مساء الخير عليكم. النهارده معانا مقارنه بين عربيتين يعتبروا جداد شويه على الاسواق المصريه، والعربيتين دول من فئه الكروس اوفر اللي بقى تقريبا اتجاه اغلب مصنعي السيارات في العالم. العربيتين هم بتوعنا النهارده الهيونداي الكريتا والسانج يونج تيفري. سانج يونج اسمه له تاريخ كبير في صناعه العربيات وخاصه عربيات الدفع الرباعي. الشركه تاسست سنه 1954 واصبحت من اكبر الشركات الكوريه في صناعه السيارات، وبتصدر منتجاتها لأكثر من 115 دولة حول العالم، وعندها أكثر من 1652 صالة عرض. وتوسعت سانج يونج في إنتاج العربيات متوسطة الحجم الـ SUV بمحركات سعة 1600 سي سي بتصميم عصري مع جودة التصنيع والاقتصاد في استهلاك البنزين. وبالنسبة للهيونداي كريتا تعتبر من أصغر وأحدث الطرازات الكروس أوفر اللي بتنضم مؤخراً لمجموعة هيونداي، وعلى الرغم أن العربية دي ظهرت قبل كده في الأسواق الصينية بس تحت اسم هيونداي iX25، ودلوقتي العربية متواجدة في الأسواق العالمية زي الهند والشرق الأوسط ومصر بس تحت اسم هيونداي كريتا. سانج يونج تيفري بتتصنف كعربية متوسطة الحجم من فئة الكروس أوفر، وحجمها مناسب ومثالي للفئة دي من العربيات. فعلى مستوى أبعاد العربية هنلاقي إن طولها 4 متر و19 سنتي، وعرضها 1.79 متر، وارتفاعها 1.59 متر. أما بالنسبة لطول قاعدة العجلات فهو 2.60 متر، والوزن الكلي للعربية حوالي 1.81 طن. والأبعاد ديت اللي بتخلي العربية تيفري مناسبة جدا، خصوصا لأنها واسعة من جوه وفي نفس الوقت هي متوسطة الحجم من بره، وده بيناسب تقريبا اغلب الطرق. لو جينا بصينا على تصميم العربية الهيونداي الكريتا هنلاقي من ناحية الفوانيس والشبكة والفوج لايتس والكبوت والخطوط اللي موجودة فيه الى حد كبير قريب من العربية الهيونداي التوسان، وده لان شركة هيونداي بتحاول تحافظ على التصميم عشان العائلة بتاعتها. وبالنسبة لابعاد العربية الهيونداي الكريتا هنلاقي ان طول العربية 4.270 متر، والعرض 1.780 متر، والارتفاع 1.630 متر، وطول قاعدة العجلات 2.590 متر. تيفولي فيها مجموعة من أحدث وأفضل المكونات الهندسية اللي بتعكس التكنولوجيا العالية، ومن أهمها الموتور اللي بتبلغ سرعته 1600 لتر، وبيولد قوة بتوصل ل 128 هورس باور، وعزم الموتور حوالي 160 نيوتن متر. والموتور يعتبر مثال واضح على دقة الاختيار والعناية بالتفاصيل، لأنه بيجمع بين سلالة التشغيل وقوة الأداء. الموتور متصل بناقل حركة 6 سرعات بيمتاز بالدقة والسرعة والاستجابة في نقل السرعات، والعربية متوفرة بنظام الدفع الأمامي 4x2 أو الدفع الرباعي 4x4. أما العربية الهيونداي الكريتا متوفرة بموتور 1600 سي سي 4 سلندر 16 سباب، وكمان الموتور ده بيطلع 123 هورس باور، وعزم الموتور حوالي 151 نيوتن متر، والموتور ده متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات. تيفري بتوفر عدد كبير جدا من التجهيزات سواء القياسية أو الاختيارية اللي بتخليها تنافس الفئات الفخمة الأعلى منها، وبتوفر أعلى مستويات الراحة والأمان لكل الركاب زي الدريكسيون المصنوع من الجلد ومثبت السرعة ونظام الصوت الـ MP3 المدعوم بالبلوتوث ووصلات الـ USB والـ AUX مع 6 سماعات وشاشة عرض 7 بوصة بجودة عالية مدعومة بكاميرا رؤية خلفية للمساعدة في الركب، وتكييف وعرض لدرجة الحرارة الخارجية، ومساحات إزاز خلفية، ووسائل هوائية، وكمبيوتر للحرات، وكراسي خلفية قابلة للطي. وكالعادة زي ما تعودنا إن إحنا لازم نجرب العربية مع بعض من جوة عشان أقولكم الإحساس بتاعي. دلوقتي أنا شايف إن العربية حجمها معقول جدا، ده هيناسب شباب كتير قوي، وخصوصا للأوبشنز الكتير اللي الناس كلها بتدور عليها، زي إن أنت تقدر تتحكم في كل حاجة من خلال الشاشة الكبيرة اللي موجودة جوة العربية، وطبعا وأنت سايق الطارة المالتي فانكشن اللي من خلالها برضو تقدر تتحكم في السيتنجز وتقدر تتحكم في صوت العربية وكل المودز اللي موجودة تقريبا جوه العربية. الحقيقة لم تبخل هيونداي عن تزويد الكريتا بالتجهيزات الأساسية بالإضافة لأوبشن كتير اللي موجودة في العربية، في مرايات الكهرباء، بإشارات في المرايات، فوانيس شبورة أمامية وخلفية، والطارة المالتي فانكشن
وكمبيوتر رحلات ومساند راس اماميه ومدخل اي او اكس ويو اس بي وتخزين في الابواب ومخرج كهرباء في الشنطه وسبويلر خلفي ومساحات خلفيه مع سعة شنطه حوالي 420 لتر ويحتوي التابلو على كافه ادوات التحكم الخاصه بالعربيه زي لوحه العدادات اللي بتعمل بتقنيه التي اف تي. اما الدريكسيون المالتي فانكشن اللي هو متعدد المهام فبيساعد السواق على سهوله التحكم في تشغيل الراديو غير نظام البلوتوث للرد على التليفون وتكييف هواء اوتوماتيك ومنقي للهواء ومزيل للشبوره من الزجاج الامامي وفتحتين تكييف خلفيه. نتكلم بقى شويه عن الشاشه اللي موجوده جوه العربيه الهيونداي الكريتا اللي من خلالها تقدر تتحكم في حاجات كتير قوي جوه العربيه، ونبدا اولهم باسهل حاجه البلوتوث والراديو والميوزك والفيديو بلاير، وكمان تقدر تدخل على الفيسبوك والبلاي ستور. ادي الفيسبوك ومعانا كمان البلاي ستور والسكايب والتي في وكمان الايميل وكل السيتنجز اللي موجوده جوه العربيه. بس طبعا اهم حاجه انك يا ريت تكون واقف بالعربيه وما تحاولش انك تعمل الكلام ده وانت ماشي. وفي نهايه المقارنه ما بين الكريتا والتيفولي اللي كانت موجوده معانا في الموسم الاول وانا شخصيا بدات اشوفها في الشوارع المصريه كتير، وده طبعا ما يمنعش من حجم شركه هيونداي ومحافظتها على كل العملاء بتوعها. في النهايه القرار راجع ليك، هل هيبقى شكل، هيبقى سعر، هيبقى حجم؟ ربنا معاك. اشوفكم على خير.